لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصف. العصفورة تقول هاي أبا إيش قلنا لكم؟ بس إيش قلنا لكم؟ هاي بيها غير شغلة، راح نذكركم بتاريخ 3/8/2021. تابعوا هذا الفيديو يعني. العصفورة تقول إنه هناك موقف سيصدر من التيار الصدري بالمشاركة بالانتخابات المقبلة. إي نعم، مثل ما سمعتم. هذا الشيء طبعاً ما كان ما محسبي الحساب، لا جماعة فلان ولا جماعة فلان. لذلك العصفورة تقول انتظروا إعلان مهم من هنا إلى غاية يوم 1/9، راح يصدر بيان مهم وهو على ما أعتقد راح يخربط الغزل. هاي العصفورة تقول هاي يابا ايش قلنا لكم؟ مو قلنا لكم بتاريخ 3/8 السيد راح يرجع وراح يكون اكو بيان مفاجئ، وعلى هذا الاساس صار البيان اليوم. العصفورة تقول اللي كانوا يفكرون بالعودة لرئاسة الوزراء خلي يعيدون النظر بحساباتهم، لان اللاعب الاقوى وكابتن الفريق نزل للساحة. اي نعم، اللاعب الاقوى نزل للساحة ورجع للعبة. العصفورة تقول انه هاي الاسبوعين اللي راح تجي راح تشهد ثورة كبيرة وحراك ساخن جدا في العمل الانتخابي، لان بعودة السيد الصدر تخربط كل الغزل وتخيرت المعادلة السياسية بأكملها. رحب بكم من جديد، وعندنا ملف آخر ناقشه في هذه الحلقة. نرحب بضيفنا السيد جمعة عناد معالي وزير الدفاع. أهلا ومرحبا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا معالي الوزير. بداية نبدي مع نياك من قمة اللي راح تجري باكر. نعم، سموها مؤتمر بغداد. نعم، للتعاون والشراكة. استضافة بغداد لهذا الحدث الكبير هسه على الصعيد الأمني، شو راح يفيد العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكركم على استضافتنا في هذا البرنامج الجميل اللي أني أغلب الأوقات أتابع هذا البرنامج. كنت أتمنى منذ فترة أن أجري هذه المقابلة. الله يحفظك. طبعاً إحنا تدري يعني دول الجوار زائد الدول اللي هي أبعد من دول الجوار، واللي هي مثلاً جمهورية مصر العربية والإمارات وقطر، بها فائدة كبيرة يعني تعاون عسكري. تدري إحنا الظرف اللي نمر به ظرف يعني استثنائي، معركة مع داعش بعدها يعني مستمرة لم تنتهي بشكل كامل. الحمد لله احنا قضينا على نسبة أكثر من 95%، ولكن هذا البقايا اللي موجودة هسه على شكل مفارز منتشرة في شمال وغرب العراق تحتاج إلى تطوير قدراتنا، إلى تعزيز قدراتنا. وهذه الدول اللي راح زورنا وخاصة مثلا فرنسا ومصر وتركيا دول عندها صناعة عسكرية متطورة وبالإمكان أن نستفيد من عندها. جي يعني هسه احنا نريد نحكي الملف الأمني ما راح يكون غائب عن هذا المؤتمر أكيد. نعم، وكله راح يصب بتعزيز الأمن والتعزيز الأمني والعسكري على الصعيد العراق. أنا أريد أحكي شنو راح أبرز ما راح يتم طرحه في هذا المؤتمر على موضوع التعزيز الأمني والعسكري. أنا أعتقد عندي لقاء مع وزيرة الدفاع الفرنسية لأنه راح تجي ويا على هامش اللقاء. نعم، على هامش المؤتمر. وإحنا سبق أن زرت فرنسا مرة زين بوحدي ومرة ويا السيد رئيس الوزراء، وأيضا اطلعت على أسلحة. تدري الفرنسيين أسلحتهم متطورة ولو يعني غالية، بس أسلحة متطورة جدا. وإحنا عندنا بالجيش السابق كانت عندنا طائرات، وكانت عندنا مدفعية، وعندنا مدرعات، وعندنا أسلحة دفاع جوي. هذا على موضوع الطائرات الرافال لو عليها رافال. اي نعم، انا زرت قاعدة جوية وقلت لهم سووا لنا عرض. بس تدري موضوع التمويل،
هسه احنا واقفين على موضوع التمويل. هسه نجي على التمويل. نعم. لكن ابرز الاسلحه اللي يمكن نتعاقد بها فرنسا طائره رافال، طائره رافال، وعندنا طائره سمتيه قتاليه زين، وايضا عندهم اسلحه دفاع جوي، صواريخ، لقينا عندهم صاروخ مدى 80 كيلو، قلت لهم اريد تطوروا لي اياه مسافه يعني مدى 150 كيلو، يشتغلون على هذا الموضوع زين. وايضا رادارات احنا متعاقدين وياهم على الطائرات، على رادارات بعيدة يسموها ارتفاع عالي، احتاجينا رادارات بارتفاع واطئ، راح نتعاقد ان شاء الله خلال اسبوع على 14 رادار بارتفاع واطئ يسموه جي 200. يعني بهاي الجايه اكو تعاقدات راح تصير او توقيع؟ لا بس وراها يعني احنا صار لنا فتره نشتغل بهذا الموضوع زين. انا اريد اشوف على مستوى التقييم حجم التنسيق بالامني بين العراق ودول الجوار. لكن هسه هذا المؤتمر اللي راح يصير باكر العلاقه يعني لابد ان يطرح موضوع التعزيز الامني والعسكري كما تحدثنا قبل قليل. لكن هذا شلون يمكن الاستفاده منه؟ يعني احنا عندنا مثلا تركيا راح تشارك، الاردن راح تشارك، السعوديه، الكويت، الايران، دول الجوار اللي داير مدار العلاقه، شلون يمكن الاستفاده من عندهم في تعزيز التعاون الامني، عدم تسلل الارهابيين، الحفاظ على الحدود؟ احنا يعني زرت تركيا، زرت الاردن، زرت ايران، عندي زيارة قريب جدا إن شاء الله للسعودية، زرت الإمارات العربية المتحدة، زرت قطر. إحنا عندنا شقين بهذا الموضوع، شق تبادل المعلومات والشق الآخر تسليح. زين. اطلعت على عدد من الأسلحة واستلمنا عروض، وهسه ماضين إن شاء الله. تدري قلت لك موضوع التمويل هو اللي واقف قدامنا، يعني موضوع شنو مشكلتكم ويا التمويل؟ يعني تدري الموازنه، يعني هسه احنا كوزاره الدفاع بنسمعها تقول انا عندي عاني مشكله بالتمويل. اي طبعا تدري الاسلحه غاليه مزيد. خاصه الطائرات، دبابه غاليه. احنا تدري التخصيص اللي حصلناه تقريبا هو كان افضل تخصيص لهذا السنه، لهذه الميزانيه، يعني الموازنه مال 2021 كان افضل تخصيص لوزاره الدفاع، ولكن ليس بمستوى الطموح. زين، ليس بمستوى الطموح. انتوا ايش قد هسه عندكم عجز؟ إذا أريد نحكي على مستوى العجز اللي تعاني منه وزارة الدفاع، احنا عندنا مديونين طبعا تقريبا مبلغ كبير، مديونين يعني أسلحة قديمة سابقة يعني. زين. أنا سويت تقريبا خلي المبلغ ليش كبير يعني. فاحنا سوينا نصف المبلغ خصصته للديون. زين. والنصف الآخر لعقود جديدة تقريبا. وازنت يعني ونجحت بالموازنة إن شاء الله. وقعت عقدين، عقد ويا بلغاريا أسلحة مشاة ومدرعات، ووقعت عقد مع شركة إماراتية تصليح طائرات السمتية، وأيضا إن شاء الله هالأيام راح يبدون بتصليح عندنا طائرات سمتية. أقول لك محتاج لتصليح. إحنا هاي بزمن موازنات الانفجارية وكوم فلوس، وهسه وزارة الدفاع مديونة. يعني هي شوف، أنا ما أريد أحشي على القبلي أبدا ولا انتقد احد، بس اقول لك واقعا هذا التقييم. كان اكو خلل الواقع. كان اكو خلل في التخطيط. خلل في التخطيط، في التخطيط. يعني انت من تجي تقعد، انت هسه على مستوى الشخصي اي، يعني من تجي تقعد لازم تخطط، تقول اشتري كذا اشتري كذا، ولازم تكيف المبلغ اللي عندك على احتياجاتك. تمام ولا لا؟ احنا سويناه شنو يعني؟ صارت اكو عندنا مشاكل. يعني هسه انا عندي من استلمت الوزاره مثلا لقيت بعض المشاريع واقفه، مثل مشروع قاعدة الصويرة لقيته واقف. ليش؟ واقف بنسبة قاطعين يعني أكثر من 50%، 53% كانت نسبة الإنجاز. زين، أعوفها يعني أمامي خيارين، أما أعوفها وتروح تتفرهد، تروح تصير يعني يسموها وموالة، موالة مصروفة، أموال مصروفة قسم من عندها طبعا. زين، فهذه أما أن تعوفها وتصير اندثار وتروح، وطبعا هذه تبذير وهدر لأموال الدولة. زين. أو أستمر. فأني رأسا الحمد لله يعني السادة الوزراء وعلى رئيسهم السيد رئيس الوزراء داعميني من البداية، فعدت المشروع. حلو. وبدأ المشروع والحمد لله هسه المشروع عبر 70%. عبر 70% مثلا مستشفى العسكري هذا اللي المسرح الوطني صار حجيه، راح افتتحه إن شاء الله 8 أو 9 إن شاء الله. ها يفتح تامر. نعم، هم أيضا لقيته واقف، وحتى المقاول فاسخين العقد ويا المقاول. حلو. وايضا رجعت والحمد لله بمساعده الاخوان في مجلس الوزراء وعلى رئيسهم السيد رئيس الوزراء، رجعنا المقاول
وأمننا بقى تمويل واستمر العمل، والحمد لله إن شاء الله قلت لك خلال يعني 9/9 إن شاء الله نفتسحها إن شاء الله إذا مو قبله. زين، إحنا على طاري إنه التبذير اللي صار بوزارة الدفاع وبوزارات الانفجارية، إحنا استوردنا أسلحة مو إحنا وبحاجتها بصراحة؟ لا، مو بس نوعيات، مثلا يعني هسه مثلا عندنا طائرات 20 طائرة اسمها لاستا، ما احنا مستوردينها من صربيا. طيب، بيها مشكلة لحد الان ما طائرة، صار 5-6 سنين ما طائرة، ما طائرة، لان يعني بيها مشكلة. زين، هسه شلون عالج المشكلة اذا زين وفد الصربيا حتى يشيك طلع اكو خلل بالمحرك؟ زين هسه تعال سوى عقد، يسموه ملحق عقد مدري ايش يعني. المهم، فهذا احد الامور اللي هي طبعا اضرت بالقدرات العسكري. وبعد ايش عندنا غير ذن الطائرات الواقفات؟ عندنا طائرة التي 50 عليها مشكلة هم مال تمويل، ايضا ما استخدمناها لحد الان 24 طائرة. طيب، وهسه بدنا نشتغل ان شاء الله حتى نطيرهن حتى يدخلن بالخدمة. زين، احنا هذا الشيء بالشيء يذكر وزارة الدفاع، احنا نسمع اكو عقود وهمية، هن ذن العقود الوهمية؟ لا وهمية ماكو، لا ها ابدا ماكو وهمية، ما عندنا وهمية. زين، اذا رجعنا على ملف انه زيارتك الاخيرة التركية، اكو تعاقدات سمعنا بها وزارة الدفاع راح تعاقد ويا وزارة الدفاع التركية او ويا الشركات التركية؟ وجهوا لي دعوة. زين، وجهوا لي دعوة، اكو معرض في اسطنبول. زين، فرحت للمعرض وتدري اطلعت وتفاهمنا على طائرات مسيرة اسمها بيروغدار، هاي طائرة استخدمت في ليبيا وفي اذربيجان وفي شمال سوريا، وحقيقة مجربة وفعالة. شنو هاي الطائرة؟ طائرة مسيرة. زين، مسلحة، بها خوش مواصفات، تطير 14 ساعة بشكل مستمر. زين، وتحمل صواريخ ذكية إصاباتها دقيقة جدا، تعالج أهداف من 10 إلى 15 كيلو مسافة. وبدقة دقيقة؟ بدقة متناهية. زين، فهذه طبعا تحمل صاروخ مشهور هذا الامريكي اسمه هيل فاير، اللي كان احنا استخدمناه بحرب داعش، كانت عندنا طائره سيزنا كرفان تشيل يعني تحمل هذا الصاروخ، صاروخ فعال. بالمهم التقيت بالاخ وزير الدفاع والرجل تعاون معايا، وقلت له اريد عرض نشتري من هذه الطائرات، وايضا طلعت على طائرات سمتيه مقاتله هم صانعيها هم الاتراك، هي اساسا أباتشي، وصانعينهم منطينها اسم التاكوان. التاكوان شفتها أنا على حقيقتها أباتشي، بس إن هم صانعينها فمتطورة أيضا، مسلحة بها مدفع. كم عدد اللي تعاقد راح تعاقد؟ أيضا قلت لهم سووا لي عرض ب 12 طائرة، لأنها تدري هم غالية الطائرات. كم سعر الطائرة الواحدة؟ والله من 45 إلى 55 مليون. مليون دولار، تدري وياها شغلات مال يعني أدوات احتياطية، تدريب طيارين وشغلات أخرى يعني. زين، وأيضا لقيت منظومة مصممينها جديدة لمجابهة التهديد الدرون، يعني طائرات المسيرة. طائرات المسيرة مفخخة هسه الوقت هذا يعتبر العصر الذهبي للطائرات المسيرة. زين، العصر الذهبي تهديدنا هسه الحالي والمستقبلي بالمدى القريب هي طائرات الدرون، فلازم تعالجها، لازم عندك يعني تدري انت الاسلحه الموجوده هي كلها ممكن ان تعالجها، يعني اذا رشاشه او مدفع او صاروخ، بس مو بالدقه يعني. هسه الاسلحه اللي صنعوها لمجابهه هذه متطوره، اكيد متطوره، يعني مثل بها تشويش، يعني يشوش، هي طائره مسيره تشتغل عن بعد، فمن تشوش عليها توقع. ايش كم جهاز راح نجيب؟ كم منظومه راح نجيب؟ قلت لهم 6، يعني سووا لي عرض ب6، هم ايضا راح ان شاء الله الثلاثه توصلنا العروض وادرسها واعرضها ان شاء الله ويصير خير. زين، هذا الشيء بالشيء يذكر، هاي الطائرات اللي جاي يستخدموها بقصف القواعد العسكريه بقصف السفارات، هاي صناعه محليه؟ هذا قسم من الصناعه محليه بس مو دقيقه. زين، واحنا راح نجيب ذني الستة؟ لا، احنا نجيب هذا الدقيقة، هذه طائرة يعتمد عليها، يعني تدري اني بعد ماكو طيارة مسيرة تطير درون وتروح تقصف ابد. لا احنا ندري شلون، احنا عندنا مشكلة مفارز داعش اللي بقت في العراق، اللي منتشرة في شمال وغرب العراق، وتحديدا هسه منتشرة بشكل فعال في ديالة، جنوب غرب كركوك، غرب كركوك، شرق صلاح الدين وسامراء. زين، هذين الأماكن اللي هسه تعتبر عندنا، وشمال بغداد الطارمية، هذه المناطق تعتبر الساخنة اللي بيها فعالية للعدو.
هذه شنو علاجها؟ علاجها شغلتين، استخبارات دقيقة وطائرات مسيرة مقاتلة، لأن هذا فعالياتهم كلها ليلية، ما عندهم فعالية نهارية أبدا. داعش بالحرب اللي دخلناها معه وحاليا فعالية بالليل ما عنده، بالنهار ما عنده، فعالياتهم ليلية. ففعالياتهم الإرشادية راد لها معدات رؤية ليلية. إحنا عندنا مشكلة، ما ركزنا على معدات الرؤية الليلية. ليش؟ ما أعرف. تخيل أنا رحت روسيا، يعني أنت أيضا كنت قائد عمليات سابق، راح أقول لك رحت روسيا هذا الزيارة الأخيرة أيضا معرض، وطلعنا على أسلحة، لقيت الطائرة اللي إحنا مشترينها اللي 128 و135 ما بها معدات رؤية ليلية. جماعتنا جابينها بدون معدات رؤية ليلية، وهي يسموها صائد الليل. زين صائد الليل شلون؟ بصراحة كذي صدق لقيت عندهم بها منظومة رؤية ليلية. زين احنا شنو مخرين المنظومة اللي حتى يقل السعر؟ ما موجود حتى يقل السعر. ما اعرف ما اعرف ما كلها غير حد ما اعرف. فش نسوي احنا كنا بالحرب؟ نطير وياها بل طائرة أمريكية اسمها بل، بها منظومة رؤية ليلية. شو يسوي هذا بل يشوف ويحول على هذا؟ ترى هاي سالفة تضحك. احكي لك هذا يعني صراحة. احنا جايبين صائد الليل هو ما يصيد بالليل؟ ما يصيد الا ويا البل. فهسه شو اتفقت وياهم؟ احنا عندنا مبلغ يمهم مبلغ 100 مليون دولار. قلت لهم اخوان احنا نريد تحثوا لي طائراتي، عندي خير من الله من هذه الطائرات القتاليه اللي فعلا اثبتت جداره بالحرب وكان لها دور زين كلش فعال. فان شاء الله راح شي نسوي، نشد لها منظومه رؤيه ليليه حتى صدق. زين انت فتحت لي باب هسه، هذا موضوع فساد ما الصفقه الروسيه اللي جابها ما يعرف ما ادري. زين من وصلت للوزاره ما شفت موضوع الصفقه الروسيه وحجم الفساد البي؟ ما شيكت. ليش؟ انا ما ادري. شوف هذا موضوع مختصاصي، موضوع اختصاص النزاهه، اختصاص اكو دوائر رقابيه خاصه زين تدور هذا السوالف. بس احكي لك انه شفته بعيني، يعني رحت لقيت 135 و128 بها منظومه رؤيه ليليه متطوره. يا ابو شنو تدري مبينه هي؟ انا كيف سالت على السعر؟ والله السعر ما انطوني، ما قبلوا. يقولون الشغله مويه من اكو عندهم هيئه مسؤوله على التسليح. يعني هذه الهيئه مرتبطه يعني بالحكومه، هي مسؤوله على كل قضايا التسليح. زين اي ليش ما فتحت ملف الصفقه الروسيه وشفت الفساد البي مثلا؟ جيت هسه احنا راح نشوف. انا بصراحه قلت لك يعني قبل من كنا بالحرب انا كنت قائد عمليات واستخدمت هذني بكثره. يعني حقيقه هذني لو اسولف لك الابطال الطيارين اللي هم كانوا على هاي الطائرات والله ابلوا بلا حسن. صح. حسموا معارك، يعني فكوا كربه مقاتلين مثلا ونوجه لهم تحيه غير التطويق، واحنا نوجه لهم التحيه. لكن مسع مع الوزير اكو خلل. فكنت اتعجب اقول لهم شلون؟ قالوا احنا ما نقدر نطير بل، يعني احنا كنا لازم نطير بل ويا اليورو. احنا عندنا يورو كوبتر وعندنا 135 او 128، هذين الطائرات القتاليه يعني يسمونها هليكوبتر هجوميه بالمفاهيم مال الصحافه. هذه لازم تطير مع كل وحده تطير بل، لان البل بها منظومه رؤيه ليليه. فمن يطير وياه بس مجرد نقل احداثيات، يكشف ينقل احداثيات لهذا، هذا يعالج، بس مو مثل ما هو موجوده عنده المنظومه. زين مع الوزير انا متعود على صراحتك واحب صراحتك، وعلى شويه البعض يقولون مع الوزير ما عنده بريك يفوت بيه. وانا خايف منك استر عليه من نهايه البرنامج. زين انا بدي اسال على موضوع انه هسه احنا موضوع الطائره الصفقه الروسيه. اي تعتقد اذا راح جمع عناد وفتح ملف الصفقه الروسيه راح يتم الاطاحه به؟ بصراحه انا ما يهمني الاطاحه. شوف انا اخوك دعرف. اشتغل للبلد والله يشهد علي. انا ما يهمني ترى، لا يهمني تمديد ولا يهمني تجديد ولا يهمني. انا المهم الفتره اللي اشتغل بها اضبط شغلتي، اكون على ثقه من داوم اتحاد هذا اليوم. هدف الرئيسي تعزيز القدرات وتطويرها. كفو منك. لكن هسه احنا بصراحه هسه بعيدا عن التمديد، بعيدا انه انا ما هم من المنصب، لكن تعتقد انه وزير دفاع يروح يتحارش بالصفقه الروسيه يبقون عليه لو يطيرون؟ ما ادري. انا بالنسبه لي مو انا هسه على ضوء زيارتي راح اشوف ليش احنا ما جبنا هذا المنظومه. زين هاي وحده، شنو بعد بالصفقه الروسيه احنا جايبينه؟ هي كانت جايبين دبابات تي 72 اي تي 72 تي 90 وجبنا بي ام بي 3 عجله قتال مدرعه، بصراحه يعني ارقى شيء هي. زين هاي زينه. وجبنا 128 و135 طبعا ارقى طائره لحد الان هي تعتبر بالساحه. اي بس شايل المنظومه مالتها. بس قصدي لقيت بها نواقص، وكان المفروض ليش يعني ما اجيب بها منظومه رؤيه؟ يعني ليش؟ هسه انا تدري من اروح ازور الدول ويعرضوا لي اسلحه؟ حتى الهامر
اقول لهم اريد بها منظومه رؤيه ليليه، لان عانيت صح. بالحرب عانيت، اذا ما عندك منظومه رؤيه ليليه انت معناها ما تقدر كل شيء تسوي. يعني الجندي اذا قاعد بعجله وما بها منظومه رؤيه ليليه معناه ما تنزل الى العشره، لان يعرف انه ما يحس الا العدو على بعد متر. بس مثلا من يقعد بالابرامز، هذا الدبابه الابرامز، ويشوف العدو، يكشف العدو على بعد 8 كيلومتر، معنوياته عاليه يعني يرافق. هو مسيطر مسيطر. واحنا هذا راح يخلينا نسال انه هاي واحده من الاسباب اللي خلت الموصل تسقط والانبار تسقط. لا شوف، هي مال السقوط هذه واحد خليها اي يعني، بس هي هم اسباب خليها واحد لها اسبابها، ولحد الان اكو بها جدل. عوفها احنا نعوفها، لكن هاي احد الاسباب. لما انا اروح اتعاقد على سلاح ويجيني سلاح منقوص، هاي ما تهبط من معنويات الجندي؟ طبعا طبعا طبعا. زين، اريد اسال على ما دام فتحنا الموضوع الدولي، قضيه انسحاب القوات الامريكيه، اكو سؤال يبرز عند الناس. يقول لك ماذا سيجري بعد انسحاب الامريكان؟ حسب اللي سمعناه نهايه السنه ينسحبون. يقول لك ايش راح يصير؟ قواتنا مستعده استعداد كامل وتام لو ما مستعده؟ اولا انا يعني اعتب على اي واحد يقارن بين افغانستان وبين العراق، اصلا ماكو مقارنه ابدا. شلون؟ الاسباب التاليه. اولا طالبان حركه تاسست في ثمانينات القرن الماضي على ضوء دخول الاتحاد السوفيتي في افغانستان، وتشكلت هذه الذكرى المجاهدين الافغان، حرب البارده اولاد، وراها طلعت قاعده وطلعت طالبان وكذا. طالبان سيطرت على السلطه من عام 96 الى 2000، نهايه 2001 بعد أن جت القوات الأمريكية وطردتهم. طالبان الفرق بينه وبين داعش، طالبان تنظيم أفغاني صرف وباقي في الداخل، ما طلع خارج. يعني من تجي عليهم صح. أولا بقوا بالداخل، عندهم قدراتهم ما راحت، لأن هم شلون كان عندهم تكتيك من الأمريكان بدوا بالهجوم على أفغانستان، هم ما قاوموا، راحوا انسحبوا تكتيك وحافظوا على قدراتهم، وتدري هم عندهم جبال واراضي وعره تساعد على الاختفاء وتساعد على هذا. فهذا الحركه بقت تقاتل من ذاك الوقت، بقت تقاتل، والجيش الامريكي الموجود في افغانستان اكثر من الجيش الامريكي اللي عندنا احنا هسه. يعني انت اللي تريد تقوله يعني احنا ما عندنا حركه مثل طالبان ابدا. داعش اولا هو تنظيم عالمي وليس عراقي، هذا واحد. العراقيين يشكلون جزء من هذا التنظيم اللي هم انضموا إلى هذا التنظيم. اثنين، التنظيم هسه خارج العراق موجود 5% اللي هم قلت لك عليهم، المفارز الموجودة في شمال وغرب. ليش ما نقدر نعالجهم؟ دول 5% هذول نعالجهم، بس قلت لك يرادلنا شوية بعض المعدات المتطورة. احنا دا نعالج، يعني احنا ترى فعالياتنا مستمرة يومية. أنا أقول لك صار عندنا من 2017 لحد هذا اليوم يصير عندنا استنزاف، تصير عندنا حوادث بين يوم ويوم، كل يومين والثالث مرات بالأسبوع. شعلان الكريم مو كان قاعد يقول 37 نفر من داعش يصلون ويجولون بصلاح الدين؟ ماكو هيك حكي. لا. لا لا لا، احنا شوف السياسيين ما لي شغل بهم، احكي لك حرف كعسكري، احكي لك حرف يا اخي. موجودين على شكل مفارز من 4 إلى 5 إلى 6، المفرزه الوحده موجوده، مختار لهم مكان يعني يساعد على الاختفاء. زين، استغلوا الجغرافيا. هذول عندهم اسلحه، الاسلحه اللي عندهم شنو؟ اسلحه خفيفه ومتوسطه. لحد الان من 2017 لحد هذا اليوم ما قدروا يسطون نقطه ويقعدون بها ابدا. زين، هم شلون جاي يتحركون؟ هم عندهم مضافات هناك؟ عندهم مضافات. عندهم مضافات؟ اي، هم تدري اغلبهم يعني اذا مو كلهم محليين ويندلون المناطق، كل واحد رايح يم المنطقه اللي هو كان ساكن بها. زين، عرفت شلون؟ زين، مع الوزير انت شخص عسكري، اريد من عندك اجابه عسكريه مهنيه بعيده عن الصفه الرسمية وبعيدة عن السياسة وبعيدة عن هذا. العراق الآن بحاجة، أو القوات العراقية الآن بحاجة إلى القوات الأجنبية أو الأمريكية؟ لو مو بحاجة لها، إحنا حاجتنا بصراحة الإسناد الجوي لحد الآن قائم، حاجتنا قائمة. زين، تدريب نحتاج تدريب، أيضا دعم لوجستي نحتاج دعم لوجستي. بس أنت إذا صارت الشغلة أنه ما حد بقى يمك، يعني راحوا الامريكان، يعني ما احنا نترك الارض. زين، لا صدق، يعني انا من احكي انا هتكسر، اريد ابني قدرات حتى من يروح الامريكي ما دير بال اقدر اني ارتب اموري. واحنا قلت لك اذا ما بنينا قدرات شلون؟ بانين احنا، زينا قدراتنا، ما طوك التمويل الكافي. ما يخالف بوضع الحالي، اني وضعي لا باس به، يعني ما اقدر اقول لك جيد، بس اقول لك فوق الوسط.
واحنا ما نريد نكرر 2014. لا 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 ما تتكرر. ما تتكرر. ما تتكرر انا متاكد نهائيا. عزيزي احنا قلت لك اذا اكمل لك موضوع افغانستان والعراق. احنا داعش اولا هسه خارج العراق. موجودين ذولا ما عندهم امكانيه يحتلون سوريا، هاي واحد. اثنين احنا عندنا تجربه وياهم، ده حاربناهم 3 سنين و3 شهور. والحرب احنا كانت عراقيه بحته، ترى صحيح التحالف قدم لنا اسناد صحيح واسناد كان جيد، ولكن القوات البريه كانت كلها قوات عراقيه صرفه. صح. يعني جيش وحشد ومكافحه الارهاب وشرطه اتحاديه وشرطه محليه وحشد عشائري وبيشمرقه، كل القوات قاتلت وقاتلنا قتال يعني ثق، واعتقد بعض الحالات يعني تستاهل تدرس في الكلية فعلا بصراحة. فعلا. لا فعلا اكو هناك ضباط طلعناهم خارج الحدود. زين. راحوا خارج الحدود، فالحاجز النفسي راح بيننا وبين الدواعش، يعني قبل حتى اذا اكو حاجز نفسي بين المقاتل وداعش. اذا شنو السيناريو من الناحية الأمنية؟ شنو السيناريو الأقرب للعراق في حال انسحاب القوات الأمريكية او الأجنبية؟ عزيزي احنا ذا سياسيين ضبطوا شغلتهم وتصافوا وما صارت بيناتهم تقاطعات، كون على ثقة، الأمور الأخرى كون على ثقة، إحنا عندنا قدرات الحمد لله. من يهدد الوضع الأمني هو الصفاء السياسي من عدمه. أي طبعًا أنا أقول. إذا مصافين الجماعة. ليش مو؟ خلا داخلك. إذا مصافين الجماعة فإحنا بخير. إذا لا والله ما مخربط. راح أقول لك هذا علم يقول. السوق العسكري اللي هو الاستراتيجية العسكرية. يقول هي ظل السياسة في الميدان. فعلا. إذا صلحت السياسة صلح السوق العسكري. والعكس صحيح. إحنا شوف السوق العسكري يقول هو استخدام القوات المسلحة في ساحة الحرب لتحقيق هدف السياسة. إذا يحق لنا نقول إيه؟ الملف الأمني هو ملف سياسي. نعم يعتمد على السياسة. يعتمد على السياسة. إحنا قدرات عندنا. اعتماد أشقل على السياسة. والله 80% على السياسة. 80% ثق إذا استقر العراق سياسيا بعد شهر ثاني. غير الأمريكان، احنا نحكي على موضوع الأمريكان يمكن القوات الأجنبية. ايش قد عندهم مستشارين عسكريين؟ والله ما أعرف، بس العدد مو هواية ترى. يعني العدد يعني ما يعبر 2500. ما يعبر 2500. ما يعبر. قبل أيام أكو مسؤول أمني دعا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الحرس الثوري. تعتقد اليوم العراق لابد أن يستفاد من تجارب العسكرية مع دول الجوار؟ لازم انت التجربه الجيده تستفيد منها، والتجربه الغير جيده لازم انت تتجنبها. طيب. هاي موجوده يعني بكل دول العالم. شو رايك بتجربه الحرس الثوري؟ والله بالنسبه لهم نجحت عندهم. نجحت عندهم. عندنا ما تنجح. ما اعرف بس لا كوضع عراقي. وضع عراقي يختلف يا اخي، العراق يختلف. يختلف العراق. انا بدي اسال على موضوع انه اكو مناطق فراغ بيننا وبين الاقليم. نعم. واكو مشكله صايره بين البيشمركه وبين الحكومة الاتحادية فيما يخص شلون آلية التنسيق حتى نسد مناطق الفراغ. اكو آلية اليوم حتى نسد مناطق الفراغ، لان ما شاء الله داعش جاي يصل وجول بها، واكو من يهدد امن البقية وامن الاقليم. قطعنا شوط بها. زين. قطعنا بها شوط جيد، شكلنا مراكز تنسيق مشترك 4، وهسه في طورنا، هسه احنا في طريقنا الى تشكيل قوة مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة حتى تشغل هذه الفراغات. قوات مشتركة. نعم. وتم قررنا عليها. قررنا عليها. والجانب الإقليم. نعم. وافقوا. نعم نعم. أريد أسأل على موضوع شنو اللي يعيق تنفيذ اتفاقية السنجار؟ اتفاقية السنجار بها بعض المشاكل. سياسية. سياسية بالضبط. تدري سنجار أيضا بها جهات، هذا الحزب الفلاني ماخذ شوية وهذا ماخذ شوية وهذا كذا. زين. نريد نسأل نفتح موضوع يمكن. أخذنا الحديث وما سألنا على الحدود العراقية. إيه؟ الحدود العراقية سابقا يقول لك كان يصرحون ومرحون بها، هسه ما ادري شنو السبب. لا ممسوكة. هسه الآن ايش قد نسبة مسك القوات العراقية، قواتنا العراقية على الحدود؟ ايش قد ماسكين احنا من الحدود؟ كلها ممسوكة. 100%؟ 100%. زين. 100%. العدد لو 100% هسه ذول المفارس كان صايرين 10 أضعاف. لا ممسوكه وهسه احنا عندنا حاليا. هذا دليل على انه داعش اللي جاي يتحرك هو موجود فقط في مضافات وحواضر. بس فقط لا عندنا من الحدود يجون ابد. تسلل جدا قليل وغير مؤثر، لان احنا نعرف من يصير زياده في يعني هو هذا شو يسموه بالتعبئه، يسمونه امكانيه التعزيز. زين. من يصير تعزيز يعني يبين على نشاطهم. فأكو هو ماكو بالعالم، شوف ماكو بالعالم حدود تنضبط 100%. مع الوزير يمكن أنت من صلاح الدين. نعم.
وصلاح الدين الفترة السابقة قريبة يعني نعم. عانت ما عانت يوميا صاير تعرض، يوم على فاتحة، يوم على ناس، يوم على شنو أسباب اللي جاي يصير يخلي الواحد جاي تزهق بصلاح الدين؟ قلت لك هذول يستغلون بساتين هاي البساتين وإحنا عندنا قوات ما يخالف القوات يا عزيزي. قلت لك إحنا عندنا مشكلة وهسه إن شاء الله راح نعالجها، موضوع معدات الرؤية الليلية والاستطلاع المسلح هاي كلها. شوف إحنا هسه عندنا جانب الفني لازم نتعب عليه، الاستخبارات من تجي يعتمد على مصدر، المصدر مو بالضرورة يكون يمشي وياك مضبوط، يجوز مصدر يعتبر مثل يجي مصدر مزدوج هذا ينقل للعدو ينقل لك وما تحصل من عنده شيء زين، فيستغلون هذه المكانات هذا الأماكن يستغلونها ويتعرضون على وصارت حوادث. تعتقد أنه تعدد القرار الأمني أثر؟ طبعا يأثر، بس إحنا هسه حاليا يعني تقريبا الأمور ماشية، عندنا قيادة العمليات المشتركة اللي يرأسها يقودها رئيس الوزراء زين. وبها نائب عبد الأمير الشمري، وهذه واجبها إدارة وتنسيق بين وزارة الدفاع وزارة الداخلية هيئة الحشد الشعبي زين، وماشي الامور يعني هسه عمليات مشتركه تصير عادي. مع الوزير يمكن ما سالته قبل قليل على منظومه المنظومه اللي مجابهه الطائرات او الدرون او الطائرات المسيره، ايش سعر المنظومه هي؟ ما قالوا لي، قلت لهم سووا فقط عرض؟ اي بس عرض، ما ينطون سعر. احنا نتعاقد عليها وما راح نتعاقد عليها؟ احنا طبعا انا تكلمت مع السيد رئيس الوزراء وان شاء الله راح يشوفوا لي باب زي. ما بيها مجال، احنا تدري هاي موضوع التسليح والظروف اللي هسه نمر بيها، تدري يعني انت هسه انا عسكري افتهم، بس اكو مواطن ما يعرف شاف افغانستان سقطت يقول لك هسه باكر العراق يصير مثل افغانستان زين، صح لو لا؟ بعض السياسيين يتحدثون هنا انه العراق وصل الى مرحله يعني لابد من اصلاح النظام السياسي من جديد، لابد وضروره وجود عقل سياسي جديد. البعض يذهب باتجاه انه هناك محاولات للانقلاب. لا، تعتقد ان اليوم اكو فعلا انه قادرين على انقلابات عسكريه زمن الانقلاب ولا ماكو ولا ماكو؟ شوف ماكو فرد بيئه تساعد على هذا الامر، يعني انت اذا يباعوا لي مثلا على مصر او يباعوا لي على تونس تختلف الشغله تماما يعني زين. انا هذا الموضوع ما يعني كعسكري محترف زين، انا بدي افتح موضوع الانتخابات. نعم، موضوع الانتخابات يمكن انتخاباتنا ما ظل لها شيء، 45 يوم 44 يوم نحكي على قدرات القوات العراقية، وزارة الدفاع، الجيش راح يشارك أكيد في حماية المراكز الانتخابية رئيسي زين، ما دام هو العنصر الرئيسي في حماية المراكز الانتخابية وضعتوا آلية لحماية المراكز؟ طبعا احنا بلشتوا بيها؟ احنا اولا مو جديد علينا زين، يعني انا شخصيا اتكلم وياك، انا ثلاث مرات صارت انتخابات وانا قائد وظروف كان داعش موجود والقاعدة موجودة، يعني 2013 صارت انتخابات مجالس المحافظات أنا قائد زين، 2014 صارت انتخابات مجلس النواب أنا قائد، 2018 صار هذا الانتخابات الماضية أنا أيضا كنت قائد، وكان أكو تهديد فعلي من داعش. هسه احنا تهديد من داعش أقول لك أنطي نسبة واحد بالألف. إيش عندنا تهديدات هسه على المراكز؟ التهديدات أنا أقول لك إذا أصير مثل شغلة بلطقة مثلا لا سامح الله، يعني مثلا الناس تتدخل أو كذا، يعني أنا ذيك مرة إذا صارت تظاهرات على مركز انتخابي ما تصير، ما تصير لعد البلطقة شنو؟ يعني أخاف مثل واحد يتدخل مثل قوة معينة مثلا تجي وتستغل مثلا فد ظرف معين وتتدخل، ممكن هذه بس هذه إن شاء الله إحنا نعالجها يعني كلها هذا خوش تلميح، إحنا كلها حاطين حلول كلها حاطين حلول. شلون راح تعاملون وياهم؟ نتعامل وياهم، شلون تعامل وياهم؟ تواجههم بحزم. هسه أنت وضحت خوش الفكرة إنه مثلا نقصد كفصائل جهات عسكرية، مو ألف فصائل، ترى أنا شوف قلت لك عندي خبرة بموضوع حماية المراكز، صير شغلات مثلا واحد مرشح معين وعنده مثلا مجموعة وراد مثلا بحجة أنه صار تزوير أو كذا ويحاول يهجم على المركز، إيه نمنع، منعناه. شلون راح تمنعه هسه بهاي ظل هاي الأجواء؟ هسه أقول لك الوضع الانتخابي والانتخابات المبكرة غير عن الأوضاع السابقة، شو تقدر تمنعه؟ شنو والله تواجهه؟ شنو اختلافه؟ شنو اختلاف؟ بال 2018 ايضا كانت موجوده، هم موجوده فصائل وموجوده جيش وموجود شرطه واتحاديه موجوده زين، ايوه هذا شلون تعاملوا تواجهوا؟ احنا طبعا هو جزء من المنظومه، ترى هو جزء من المنظومه، يجوز احنا بعض الـ احتمال بعض المراكز
جزء من عندهم يقومون بواجب الحماية. إيش قد إيش كم عنصر راح يشترك بتأمين المراكز الانتخابية؟ من عندنا؟ من وزارة الدفاع. يعني مو أقل من 90,000. 90,000. نعم. يغطون مراكز الانتخاب. يغطون. انتخابية احنا كلها. لك إحنا عندنا. هي قوات مشتركة. إحنا بين الداخلية والدفاع. عندنا داخلية وعندنا دفاع وكلها إن شاء الله. وطبعاً تدري إحنا مو أول مرة ننتخب. مو أول مرة. يعني هاش قد تسلسل انتخاب سادس يمكن سادس انتخاب يصير. زين. يعني هذا اللي قلت لك عليه من 2013 3 وقبلها كانت مال 2010 وقبلها مال 2006 يعني هذا تسلسل 6 او 7 مع الوزير. أرد أسأل على ملف الطارمية. نعم. يمكن قبل عدة ايام بلشت العملية وعلنها رئيس الوزراء. البعض يذهب باتجاه انه ربط الطارمية بالانتخابات او مشاكل انتخابية. لا لا ابدا. موضوع شوف عسكري بحت. عسكري. الوضع الموجود أكو هناك مفارز موجودين أعدادهم ما تتجاوز 20 واحد موجودين في البساتين. تدري البطارمية 20 بس مو أكثر. زين. عندهم بساتين إذا تدخل بيها مدى الرؤية يعني متر ما تقدر تحصل مدى الرؤية، فهذا تساعد على الاختفاء. هذا يختفي شي يسوي يشتغل يسمونها انتهاز الفرص، عبارة عن صياد. هسه أقول لك أنت يجوز عندك واسب بالصيد. زين اقول لك هو مدني عادي الايام مدني. لا هم وبالليل يلزم سلاح لو شنو. لا هم من خلايا داعش بس هو من المنطقه. هسه ما راح اهل الطارميه ما يقولوا لك هاي القوات اللي عندنا الخير من الله. القوات الخير من الله. انت ما مجاب هاك عدو وتشوفه بعينك المجرده. هسه من شات الحرب انا بعيني شايف الدواعش امام الحافه الاماميه. زين. اقصفهم بالطياره اهجم عليهم هجوم. هذا انت ما شايفه مختبئ في بستان أو في منطقة بها أدغال ويتنقل. شلون يشتغل يسمونها بالمفهوم العسكري انتهاز الفرص، مثل الصياد شايل بندقية ويروح الصيد. من تجي صيدة يعني تدري أنت هسه 80% أو 90% من الحوادث هي إهمال. جندي مثلا ما يلتزم بالتنقل بالليل، مثلا بالليل المفروض ماكو تنقل، نحدد الحركة بعد الضياء الأخير ما حد يتنقل. هذا من يتنقل يصير هدف. هم عندهم تدري عندهم معدات متطورة، جايبين قناص بناظور ليلي. زين. احنا ما عندنا هذا القناص. احنا ما عندنا. داعش عنده واحنا ما عندنا. احنا ما عندنا بس هسه تعاقدنا ان شاء الله قريبا راح توصل. تعاقدنا ويا بلغاريا. اي. على نواظير ليلية وعلى قناصات بها ناظور ليلي وعلى بنادق بها ناظور ليلي. ويقول لك احنا شلون راحت العالم وماتت العالم اذا تسليحنا ما ادري شلونه. يعني هي هذه اخطاء. علي بتكعين. اخطاء. واحنا راح نرجع ونرد على الصفقه الروسيه. هاي الصفقه الروسيه بيها مشاكل داخليه وخارجيه. يمكن اذا تتذكر وزير دفاع باحدى الدول يمكن تم اقالته على اثار الصفقه الروسيه اللي صارت. دوله يعني مو بالعراق. ما اعرف ما اتذكر. وزير الدفاع الروسي نحكي طقم الروسي نفسه. وزير الدفاع الروسي تم اقالته بسبب هذا الملف. ملف قال تسليح الجيش العراقي وملف الصفقه الروسيه. زين اذا هناك اقالهم هنا ايش يسوون بهم؟ قلت لك اكو اخطاء. انت تدري ما تريد اكو اخطاء. ما ادري افتح لك ابواب على هذا الموضوع. عوفه من عنده. انا اسال على المنظومه الجويه العراقيه. شلون تقيم المنظومه الدفاع الجوي العراقي؟ الدفاع الجوي العراقي الحقيقة متأخر. ليش؟ متأخر. أنا التحقت للوزارة لقيت عندهم بالنسبة للصواريخ أكثر مدى عندنا 20 كيلو. تدري 20 كيلو بهيش تهديد يعتبر طيران يعني يعتبر واطئ. زين. يعني قصير مدى قصير. إحنا عندنا مدى قصير ومدى متوسط ومدى بعيد. زين. عندنا صواريخ قصيرة المدى أيضا هاي يسموها الأقلة. زين هاي 20 كيلو شو نصيد بيها؟ يعني اذا هدف ضمن ال 20 كيلو تقدر تعالج. بس ما تكفي. وين يجيك 20 كيلو؟ ما تكفي. ما تكفي. فالمهم احنا هسه في قلت لك حكيت ويا الفرنسيين على صاروخ. لقيت عندهم صاروخ بالقاعده الجويه اللي بها الرافال. هذا مدى 80 كيلو. قلت لهم ما يكفي 80 كيلو. اريد تطوروا لي. قالوا نطور لك. يطوروا كاني وين؟ 150. 150 كيلو. اي 150. وكم امكانيه تطويره؟ اي هم قالوا لي نطوروا. زين. وبس هذا راح ندخل للدفاع الجوي اذا هي متاخره؟ لا نحاول نشوف لنا منافذ اخرى. منافذ اخرى. انا اطلعت من رحت على روسيا اطلعت على صواريخ بعيده المدى ولكن تدري عندنا تحديدات ويا الروس.
اي طبعا أي. يمكن هذا الموضوع احنا حكينا موضوع الطائرات المسيره واستهدافاتها المتكرره القواعد العسكريه، لكن ما حكينا على موضوع انه استهداف الارتال العسكريه للدعم اللوجستي اللي جاي يصير على الطريق الدولي، هاي شلون ليش ما حد جاي يتم يعني القبض على الجهات يتم معالجتها؟ قبضنا على عدد عدد ما ينقبض على شلون هم دري شلون دا يستقبلها، شوفها مو مؤثره ما يزرعوها زرع، شوف هسه دا شوفها مو مؤثره، مرات ما تاثر حتى على العجله لو تسوي بنشر مو اكثر زين، هذه يعني علاقه ويخليها بجو ويذبها ويمشي، فما تقدر انت يعني انت لازم تخلي الجنود من بغداد الى البصره جندي بصف جندي يلا تقدر تسيطر عليهم، او عندك طائرات مسيره على مدار الساعه. اعتقلت جزء من عندهم؟ شنو وصلت الاعترافات مالتهم؟ والله مو يم الشغله. بالداخليه. لكن هم معتقلين وموجودين. نعم. واعترفوا. نعم. اعترفوا عن الجهات اللي ساندتهم وشلون عملية الزرع. اعترفوا على كل شيء. على كل شيء. حلو. هواي يثير الجدل بخصوص زيارتك الى اوكرانيا. ايه. شنو الزياره هاي؟ يعني هسه ما ادري انه رايح لتسويه مبلغ 378 مليون دولار. اخوي عزيزي اوكرانيا بال 2009 احنا متعاقدين ويا اوكرانيا على مدرعات يسموها بي تي 4. هاي البي تي 4 جايبين من عندها 88 ناقله. جد؟ 88 ناقله، احنا تعاقدنا على 420. بدي اقول احنا التعاقد 420. استلمنا 88 ناقله، من استلمناها من ورا فتره تفطرا وهي مو كانت تفطر. شنو تفطر؟ يعني الدبابه. الناقله، يعني البدن مالها يعني تصور بعض المكانات يعني تباوع من هذا الشق تشوف والله صحيح رجعوا للشركه، الشركه بدات تبرر كذا، المهم بقت مماطله، المشكله وين المشكله؟ المشكله انه هم ماخذين مبلغ 88 وماخذين 72 مليون فوقهن مال النسبه هاي مال التعاقد اكو بها نسبه 72 مليون دولار عندهم. المن هاي عندهم؟ موجوده عندهم نطلبهم احنا. يعني هم ماكو بالتعاقد مو ياخذ نسبه، اول ما يتعاقد ياخذ نسبه وبعدين من يجيب لك حاجه شو ياخذ؟ تنطي فلوسها. زين هسه راح نجي نفلسهن. نفلسهن. هسه 422. انا ايش سويت؟ قلت اخوان صار 11 سنه عندي مبلغ محجوز بالتي بي اي من هذا العقد. محجوز 297 مليون دولار بالتي بي اي محجوز، وعندي 72 هم ماكلينهن نطلبهم. خما نضل قاعدين، فروح زرت اوكرانيا. اي. وجهوا لي دعوه وزير الدفاع، روح زرت اوكرانيا. واطلعت على اسلحه وتجهيزات وكذا، فرادوا نحلها. الحل شنو؟ قالوا لنا نعطيكم مكان 72 نعطيكم اسلحه. بس شنو لازم العقد يمشي كله يعني كل المبلغ. فرجعنا صار مكاتبات، جونا رحنا عليهم. توصلنا اخر شيء قلنا لهم اخوان هذا الشركه اللي هي تعاقدنا ما نقدر نتعاقد عليها مره ثانيه. لان هي ولو هي ما موضوعه بالقائمه السوداء ولكن تعتبر متلكئه. حصلت اني موافقه من مجلس الوزراء انه اتعامل ويا يعني اتفاوض ويا الاوكرانيين حتى احل هذه المشكله، ولكن خلوا لي شرط ان تتعاقد مع شركه رصينه. زين هذه منتجه عليها مو رصينه، منتجه على تعريف الرصينه. هاي مو رصينه. مو رصينه. زين هاي شلون؟ قلت لهم اخوان بدلوها، لحد الان مماطله ما يقبل يبدلوها، قلت لهم اني ما خلوها راح اشتكي عليكم استخدم القضاء على 72 وما امشي، او تجيبوا لي شركه رصينه ترشحوا لي. حتى شنو حجم الفساد بهاي الصفقه؟ بصراحه هسه ذيك الصفقه الروسيه طايحه، بس تعال سولف لي حجم الفساد بالصفقه. ما اعرف ايش قد يا اخي. هي يعني اذا هي 2009. اوكي 2009، اذا احنا احنا متعاقدين على 420 و20 نعم. ناقله. نعم. احنا استلمنا 88. نعم. ايش قد منطيهم فلوس؟ منطيهم حق ال 88 اي وفوقها 72 مليون دولار. إيه؟ يعني هو حسب العقد ب 400 وشويه أي. مليون عندنا 297 ايش بقى؟ بقى تقريبا بال 150 هم ماخذين مبلغ لل 88 يعني قيمه ال 88 و 72 باقي يمهم. وهاي ال 88 مفطرات وما يشتغلن. مفطرات النيش موجودات مشبورات بالتاج موجودات مشبورات ما يشتغل. استخدمنا قسم منهم لان احتاجينا بالحرب، استخدمنا قسم من عندهم بالحرب، بس يعني لحمنا ما ادري شنو، يعني شغله تعبانه. شغله تعبانه. هسه هذا راح ينفتح بيه ملف. هسه حتى على صعيد المفاوضات رحت رحت لكن على صعيد معود رحت مكافحه الفساد
هو مو هذا مو شغل مكافحه الفساد. على الاقل قدم هاي اوراق دوائر قدم مستندات موجود بها مفاتحات وبها شغل، بس تدري انت تروح المكان وتوقف وتعال مشيها وشون يعني مشكله. زين انا بدي اسال الصفقات السابقه اللي سويناها قبل ما يستلم جمعة عناد وزاره الدفاع لحد اول وزير دفاع صار بالحكومه الانتقاليه، نعم الصفقات اللي اجريناها كلها صفقات سليمه بها سليمه وبها ايش قد نسبه السليمه؟ والله ما قدرت اطلع لك النسبه، لكن صراحة من خلال اللي كشفته هسه عندنا صفقتين روسيه اوكرانيه عليها الاشكالات. نعم زين بقيه الصفقات الروسيه ما عليها ذاك الاشكال، عليها عتب انه انتم لما جبتوا حاجه ليش ما تجيبون حاجه متكامله بس هذه ولا هي نظيفه السعر. بس المشكله بالاوكرانيه بها مشكله، وعندنا قلت لك ها طائرات اللاست اللي موجوده من صربيا ايضا بها مشكله. مع الوزير ليش دائما صفقات التسليح يثار عليها جدل وتدخل ملفات الفساد وابواب الفساد؟ والله هي شوف مو بها فلوسها هوايه كوميشنات يعني طائره اكو طائرات 100 مليون الوحده 100 مليون هاي. دولار واكو ب 80 مليون دولار الدبابه ب 8 مليون فتدري تصير بها كوميشنات اي تصير بها فشنو الشغله تعتمد على الشخص اللي هو الرئيس. اذا هسه شوف ما اريد اقول لك اني خوش او كذا بس ربعي يعرفوني اروح بنفسي اباوع على الحاجه بنفسي اصعد حتى بيها زين يعني الحاجه مثلا طائره دبابه عجله قتال مدرعه اشيكها بنفسي واشوف مواصفاتها واقول اريد كذا اريد كذا وحتى السعر اعرف يعني بين الاسعار تقريبا يعني اذا تريد اكو مقاربه مع الوزير. نعم هاي الكوموشنات هاي وين تروح؟ تروح يعني الوزراء تروح الاحزاب؟ والله ما ادري تروح لاصحاب اللجنه ما اعرف خلل باللجان؟ اللجان جزء اللجان جزء اللجان بس هي هي اذا ردحت بالفساد هي كشبكه شبكه 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 متكامله. نعم نعم زرت قبل فتره انت التصنيع العسكري اي تعتقد انه العراق اليوم قادر على تلبيه جزء كبير من احتياجاته العسكريه محليا؟ يقدر. بعد ليش المانع؟ شنو المانع اللي عندنا؟ احنا قلت لك المشكله بعد 2003 قانون مساله او العداله شمل هوايه من دول جماعه التصنيع العسكري، ودول طبعا خبراء المفروض حتى اذا عندهم شغله افوتها لانه تدري خبراء دول وعندهم خبره. يعني انا تدري رحت للامارات راح اسولف لك قصه. اي. وشوفوني بعض المصانع مالتهم. ثق واحد منهم يعني في اي بي، تدري ايش قال لي؟ قال لي بال 87 انا جيتكم للعراق مع الشيخ محمد بن زايد. قال زرنا التصنيع العسكري مالكم كان عندكم لواء اسمه عامر. قلت له صحيح. قال لي والله العظيم طلبنا انه نلزم سره من مثل ما يقول المثل المفهوم المحلي نلزم سره حتى ناخذ من عندكم من قد ما كانت عندكم تصنيع عسكري جيد. فهذه القاعده الماديه موجوده قسم من المصانع محافظين عليها الناس. يعني انا رحت زرت هذا المنشاه موجوده بالعامريه الفلوجه الأهالي محافظين عليها كلها موجودة بها. والله العظيم إن شفتها ما كنت أتوقع هالشكل. الرجل جريمة أستاذ محمد الإمارات يقول لك كنت ألزم سرة حتى والله العظيم قال لي بالقرآن قال لي يعني أنتوا عندكم خبرة وعندكم تجربة. فأستاذ محمد بصراحة أنا هم قلت له أنا داعمك والوزارة كلها قدامك. أستاذ محمد عنده خوش يعني عنده نية يريد يبني. ذاك اليوم بتركيا هم شفته بتركيا وقلت للأتراك عرضوا لي مصانع وقلت لهم إحنا عندنا تصنيع عسكري هسه احتمال يبنون مصنع مال عتاد. ليش نروح نشتري عتاد من برا؟ خب نصنعه هنا نصنعه هنا ونشتري زين. مدرعات راح ايضا عنده تفاهم مع شركه كوريه. هذا الحج اوكي وياك ايه. يعني احنا مقبلين على مثلا ثق اذا عندنا عزم غير ونريد نمشي التصنيع الحربي هسه نسميه التصنيع الحربي. خلينا نسمي تصنيع حربي ثق نمشي. تعتقد انه السياسه او الاراده السياسيه هي من تعقل انه عدم امتلاك هيئه للتصنيع الحربي، التصنيع العسكري، سميها ما شئت؟ والله السياسيين اللي التقي بهم كلهم داعمين ويقولوا احنا نريد الجيش يتطور ونريد نسوي كذا، بس ما اللي بالقلوب بس الله يعرف به. هذا الظاهر، الباطن غير شيء. ما اعرف، ما اقدر اتهم احد انا يعني تدري هاي مشكله. طيب. بس احكي لك انا اكثر من سياسي من السياسيين الكبار. أكو دول مستفادة من موت التصنيع الحربي العراقي؟ طبعا. شلون؟ طيب. شلون؟ احنا نصنع
ونقوم احنا ما نشتري. لا مربط الفرس سوق هنا، مربط الفرس سوق. انت هسه ابو تركي يريد سوق، يعني شوف انت تقول له ما عندي فلوس يقول لك ما يخالف انطيك، ناس تريد تمشي شغلها وبالعاجل وبالعاجل يقول لك ايش قد تريد، 5 سنين 6 سنين. مع الوزير اكو دائما يثار موضوع الاطعام مال الجيش العراقي. عم يفضلوا ان العالم جاي تجي مناشدات، هسه هو قاعد على الحدود وهو جندي بالحر بالبرد بالظيم، يثار دائما هذا الموضوع، يقول لك انا جندي وقاعد لي بالشول وعلى الحدود ويجيني هاي الاكل مالتي حتى ما ياكل حاشا سامع الحيوان. عزيزي احنا احكي لك تجربه الجيش العراقي من البداية. الجيش العراقي لحد 2003 كان أكو متعهدين مع الأرزاق، زين هم يمولون الجيش بالأرزاق، يمولون المذاخر وحتى وصلوا إلى نقطة الأرزاق. بعد 2003 الأمريكان علموا جماعتنا على نظام يسموه اكتفاء ذاتي. أي الاكتفاء الذاتي راح أشرح لك القصة مالته. آمر الفوج هو راح يجمع الفلوس من الجنود من خلال ضابط الرواتب، مثل عنده 500 جندي قطع منهم مبلغ مثلا 70 مليون او 80 مليون 80 مليون دينار. هذه مال استقطاعات مال ارزاق. خوش حكي زين. هو شكل لجنه بالفوج وبدا هو يتسوق زين، وهو يجيب الارزاق وهو يطبخها، وبالتالي صار عندنا فساد، لانه اي امر فوج تلقي من هذين ال 80 مطلع له 40 35. حلو، هذني على صفحه، هذني مال سائب. فبدا يعني تدري انت هسه عندي فوق ال 1000 ضابط كلهم خطيه عليهم مؤشرات خطيه محاكم، يعني قصدي حايلينهم محاكم أي. من وراء هذا الموضوع. المهم صارت فكره قبل ان اجي اني، صارت فكره انه نرجع المذاخر. اي نرجع المذاخر مال قبل مال قبل، حتى امر الفوج ما له علاقه بالموضوع، هو يجي ارزاق لي عنده هو يصدر. وهذا الصحيح. شوف العقد وقعوه مع وزارة التجارة قبل أن أستلم بأسبوع، توقع العقد فداومت أني، فشجعت هذا الموضوع، قلت إحنا إذا المذاخر بها فساد 10% هناك الفساد 70%، فساد الاكتفاء الذاتي 70%. أخي الاكتفاء هسه شو اللي صار؟ على مدة تصل الموضوع هسه سوينا مذاخر زين، هسه الأرزاق توصل إلى المذخر. المذخر عندنا مذاخر بكل العراق. أي. المذخر شي يسوي؟ راح يجي الامر الفوج، يعني الفوج يجي يستلم الارزاق مالته من المذخر، يستلمها ويروح يطبخ. ايش قد يكلف طعام الجندي؟ 3000 فعلا؟ لا هو بالشهر نستقطع من عندهم 115 115 لوزارة التجارة 85 زين، والباقي نخلي مبلغ يم امر فوج ما يقارب من 10 إلى 14 مليون. هذا الموضوع ينحل لو لا؟ ينحل هسه خلاص انحل. هسه الجيش بقى عندي منه اكتفاء، بقت عندي فرقة ولواء ذن النائية بحيث أنت ما تقدر توصل لهم الأرزاق. فهمتك. اللي هي الفرقة الخامسة اللي هي سبب الرطبة. زين. هذه عفيتها، وعندي لواء 43 اللي هو غرب الحضر. أما منطقة نائية دول البقية كلها هسه كل زين. مع الوزير عدقتم وياك بالسؤالين سريعة. موضوع الأول البيان اللي صدرته بخصوص أخوك، بيان كان طويل بحيث طلعت اللي بقلبه كله. أنا أقول لك ليش يا عزيزي، أنا أخوي أنا مربي وأنا أعرفه، صارت مشكلة في من 2004 ل 2006. شوف أنا أسكن في قرية يسمونها وقت الصدام يسمونها قندهار، تخيل قرية يسموها قندهار بها وهابية كانت بنسبة كبيرة. احنا ندرب قلنا البيان، لا قلنا البيان اسمح لي. أنا من سقط النظام بال 2003 جتني فرصة يوم 10/6/2003 ورجعت 10 تصور 10/6 انا قرأت البيان وكل قراءة. فالمهم المشكلة يرجعوا لي اياها. من يريد يرجع لك اياها؟ هذا السؤال. والله ناس تريد، هو المقصود اني مو اخوي، هو يريدون يضربون اخوك. تدري اني ليش ليش طلعت هذا البيان يا عزيزي؟ اني من يخلي اخويا في خانة قادة داعش ما اقبل. اخويا اضم بريء من داعش، اخويا اضم من 2007 لحد هذا اليوم. كل زين. السؤال الثاني مع الوزير موضوع ابنك عبد الرحمن وتعيينه امر لواء امر فوج. هذا شو القصة؟ زين. طبعا هي اللغة الشغلة. اللغة يعني اللغة. طلع على الكتاب وراح نام. زين. ليش ما أدري؟ أنا ما مدور عليها واقع ولا أريدها. أنا وزير دفاع
يعني نفسي تدعي هي تفاجأ وكلها تفاجأ. هذا عندنا لواء هو حشد بس ما عشائري مال المنطقة زين ايه اسمه لواء 51 اه. فبي آمر فوج أحد آمر الأفواج اللي بمركز الشرقات قضاء مالي يعني اللي اسكن بي. هذا الفوج رادوا يبدلون آمر فوج عبد الرحمن ابني عنده علاقة مع أحد قادة الحشد من خلال تدري احنا اشتغلنا سوى بالحرب ثلاثة اشهر اصدقاء يعني الله يرحمه مهدي قال له خليني فخابر مخابر علي قال له انا اريد تفيدنا هذه واحنا هناك يعني باكر ابوي يطلع تقاعد هاي قوه تفيدنا يعني تدري غيرك حمايات بس دفاع. المهم الرجل قائم له بالواجب ومصدر الامر ما احس الا بالتلفزيون على قناتكم هم حتى عتبت عليكم من كاتبين فلان صدر كذا. المهم وراء يوم مات هذا الاسم فما دورنا وراه قلت لابني قلت له أبوي يعني لغى الكتاب راح ما تنفذ. تمام أنا أشكرك شكر جزيل مع الوزير الدفاع جمعة عناد على كل ما تفضلت به. ماكو لا بريك ولا اليومك بريكات هواية شكرا جزيلا لك. أشكرك عزيز. الله يحفظك. الشكر موصول إليكم. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.